نجم الستاند اب كوميدي المرابط وللزين. المرابط وللزين تحريناه ليجي غير ربما نعود عنده ظروف ما نعرف الغايب حشته معه، وكما شفتوا في الاعلان على انه كان جاي معنا في الحلقه يا غير كيف شيء لا يحضر معنا في الحلقه الا صورته به اللي هو ماجه، وهذه الصوره من ابداعات احد المواهب اللي خاط في البرنامج هو الحسين والمرابط والله الحسن والمرابط الحسين والحسن والمرابط. طبعا هذا ابداعاتهم دائما يختلفوا عليا، واحد منهم شارك معنا في الحلقه، واحد شارك الحلقه الماضيه ربما الحسن، والحسين اللي يعود معنا في الحلقه، وهذه هي هذا هو الضيف الاول معنا في الحلقه، ولا نطرحها هون يا قاري ما هي غمزيه غير بعد لا طارحين هون تو قد يجي قد ما يجي ما نعرف، وبالتالي لا نبدا حلقتنا مباشره. لا نبدا مباشره بدون مقدمات مع الفنانه الكبيره الوطنيه النجمه عليا متعمر تشيت، تحيه طيبه. طبعا لي تدخل بالأغنية الشهيرة جدا واللي سمعتوها دائما وتسمعوها في احتفالات بالأيام الوطنية و28 نوفمبر، لا نسمعوا لي الأغنية وتعود معنا ونتكلم معها حول أعمالها الفنية، وفي مفاجأة أيضا محضرة في نهاية هذه الحلقة سنستمع لها أيضا. الآن نستقبل الفنانة والنجمة عليا متعمر تشيت. ولا ينقبل فراق أموري تاني سياني بالحقوق والدواء
شكرا. اهلا وسهلا. اهلا بك. اهلا بك الفنانه الكبيره عليا. اهلا بك. كيف حالك ماسر؟ ما شاء الله كل باس. بغيت مع الصراحه شوي لكن نعيطوا لاحد الموهبه اللي فاز معنا في الحلقه الماضيه من هذا البرنامج، طبعا بتصويت المشاهدين اللي على صفحه فيسبوك. ناجم نيم. واصحابي والناس وحدين يشتغلوا معايا زملائي في العمل. انا شايف تطالب الناس قال لك اهاليك واهلك. ما انا عرفت الناس قال شو الناس تقول على دائما يكسح اللي رايح حق اللاجئ اللي كان راوي اللاجئ هم اللي قضى عني شوي جماعه قالت لي لا ينكسح حق والبرنامج قاعد ندخل شوي البرنامج اياك يعود جدي وعود يلهي وعود مشوق لازم من يخلق فيه شيء من العفويه ساقط جعود جدي كامل. معناتني ماني حاجه مبرر حتى الله يحفظكم ان شاء الله. اذا شي غالي شكرا جزيلا. نعرفوا على انه برنامج الظروف معينه ما خلات يجي غيبات. النتيجه معروف على مارك صاحب مؤسسه فيسبوك ما لنا حد يعرفه، وبالتالي المشاهدين صوتوا عن طريق فيسبوك وفيسبوك هو اللي يعطي النتيجه النهائيه ورغم ما قرروا شور الولايات المتحده الامريكيه معناته ما يعرفنا ولا يعرفوا. تحيه طيبه لك شكرا لك. ان شاء الله شكرا. الله يحفظك ان شاء الله. برك لا هي شوي نفتح نقاش مع فنانتنا الكبيرة عليا. عليا كيف الحال؟ ما شاء الله كل بس. طبعا كان يقعد معنا المرابط والزين. كان خاصة بعد قطعا يخص البرنامج شوي اللي للمجال المرابط. فعلا صحيح المرابط كان يقعد معنا. غير قعدوا صورته هو صورته تاكيد قعدوا اياك تعود واضح انه حاضر معانا. صورته شو لما اختاروه هو كان يقول الله يقعد ويعود يعود يناقش معنا كيما ظهر في الاعلان ولكم كنتوا ضيوف هذه الحلقه. للامانه كان اكثر المشاهدين مجرد اعلانات اللي خاضوا في البرنامج كان هذا الاعلان اللي وصل خلال 48 ساعه تقريبا قريب من 15,000 على فيسبوك وهي العدد الاكبر اللي خاض الاعلانات السابقه وهذا يدل على شيء ما يدل على شعبيتكم. الحمد لله موجود على الساحه الحمد لله الفنيه وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. عليا بدايه انت طبعا تابعتي حلقات تابعت والله السبعه في واحد وقلت لي وجهه نظرك فيه واهدافه الوطنيه. انت عندك اغاني دائما وطنيه وتهتم بالشان العام بالاضافه للاغاني الاخرى الترفيهيه في مجالات اخرى. تقدر تحدثينا على عجاله فقط عن الإقبال الشباب اللي أولا شرف لي عظيم إني حاضرة في هذا البرنامج اللي في الحقيقة عاد مشيق لي وشفت منه حلقات ودائما نعي من الأوقات اللي كرس نفسي إياك نشوفه لأسباب إن الحمد لله في شي من الشباب اللي هاوي فيه اللي هاوي الشعر وفيه اللي هاوي موسيقى وفيه اللي هاوي تمثيل وفيه اللي هاوي تعاليق. هذا في الحقيقة من اللي قال لي هذا البرنامج اني نعود ضيفته الليلة ونعود قبلت عند من اني استدعيتني ما جيت وجيت قابلة لك البرنامج اياك اني يجي للهوات اللي حاضرين ونشجعهم ونقول لهم بألنهم نذكر لهم مسألتين مهمات في هذا البرنامج. الأول منه بألن الحمد لله اللي عندنا جيل واعد هي الموسيقى ما هي لي أنا علي أني من تعمرت شيت والله أني من عائلة موسيقية يعني أنت لين خرص والعائلة اللي أنا منها أصلا تقد تقول قا أصلا ما هي موسيقية تقد ما هي عائلة فنية قا أصلا يا غير قد نقول الله هو والدي والله والدين ذوك هو على الشرع عمل شريف على عمل شريف دخله شريف وعلاقات أهله شريفة وذيك تخلق ذيك السلسلة اللي نعقب نجي أنا علي من تعمرت شيت ونعود فنان ملتزم. معناه انه الهوايه شيء ودرجه جهوي وزين عنده ودلو شريف غير هذا كامل لازم له من الوطنيه. الوطنيه هي ام ذا كامل
الوطنيه نحن كنا نعود في الخارج ما نقدو نزرقو تاخذ في صك في الشارع ما نقدو نزرقو نعود كاردين تاخذ عندنا كلينكساي حنا نجو المقرنا اللي ساكنين فيه نعود نلودو بل منين تنزرق فيه مباريت ونزرقو فيه بدل من موريتانيا اللي احنا دولتنا وطننا وامنا وبونا وبلدنا وبلد راحتنا احنا نشاوطوا فيها كي اللي نبغوا نشاوطوا احنا ما عندنا روح الوطنيه احنا روح الوطنيه هي اللي تخلق منها اللحمه كامله تخلق منها بقى لان الابيض ما هو صايب عن لك حال والاخضر ما هو صايب عن الاصفر والاحمر ما هو صايب عن ذاك الاخر اللي من الشوكولا غير ذاك لا بد له من وطنيه لحمه وطنيه جسد واحد جسد لا بد من روح واحدة وروح واحدة إن كاملين للهوات والموسيقيين والسميعة والخلق اللي يشوفه للتلفزة هذا كامل لا بد له أول شيء خلق عدل الفنان والله عدل المبدئ عود وطني بعد عود يحب يبقي وطنه ويبقي رايته تتم اللام رفرفة ويبقي أي بلد جاي يشوف رايته فنانة عمرية طبعا انا سالك لمدار الحلقه الجمهور اغلبيته يعني حقا لا تكثر الاسئله يعني كنتم لا تسمعون كنتم لا تسمعون هل الجمهور اللي حاضر هون طلب مني يعني اللي عاد عندك سؤال محضر حقا لا تعطيه لا تسوي اي سؤال نقول دائما الصمت هو نقريب وجه لوجه بشكل مباشر لا تسال وراك عن غايه والله انا عاد نمشي فتحه والله نمشي شوي نسمعوا نظن يجي الباصي والله السبب الباصي مدحت مصطفى صلى الله عليه وسلم قام ما يسبقوش الله يحفظك ان شاء الله لين عدلكم مدحة لمبال بي اللي ما كنت محضر اني جايبه موسيقى ولا جايبه ماده تشتغل معاي ما قلتوا هذه خدعتوني وحتى الجمهور خدعني لا يضبطني قال لا تسوي نبقي بعد الرسول نحج لي نجي نبقي بعد الرسول نحج لي نجي ونوقف عنده ونقول شي زين الفوق عليه نوقف عنده ونقول شي زين الفوق عليه وهو مدحوب لي هو مدحوب اللي وانا نتفخر بيه والخاطي مالي شكر ما يا ما عيني فيه والخاطي مالي يا مالي والخاطي مالي مالي شكروا ما يا عيني فيه صلوا كاملين على نبينا صلوا كاملين سموا صلوا كاملين على يا نبينا على نبينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدينا الكرام لا ينسوا فاصل قصير هذا الفاصل لا يتشوهوا فيه التوقيت في البرنامج والاعلان حول مضمون هذا البرنامج بعد الفاصل نرجو ان شاء الله تعالى ونبدا باستقبال المواد ان شاء الله بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام مازال نظرك لاهي نعيطوا للمواهب وكذلك تحراوا ايضا المفاجاه في نهايه هذه الحلقه. المرابط تبان الخلطه هون داروا له المايك وهو لا داير التليفون على وثنا قاعد التليفون احنا ما نفش تلفنا له ما قبلنا. المرابط هذه لا قمزيه وتوه معدين هذا لكن احنا عرفنا خلاقك واسعه وبالتالي لا شويه معدين نحن لكن انت ومسجرين به متابعينك احنا مسجرين به روسنا متابعينك وطبعا الله كلاهنا بدأوا بالمواهب اللي معانا ولاهن عيطوا للموهبة الأول معنا في الحلقة وهو موهوب في الشعر العربي الفصيح وهو عبد الله والعلي. عبد الله لا تفضل اتفضل. أيضا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين
طه المصطفى من لدن خير البارئين الله الأحد الصمد إياه نعبد وإياه نستعين. بداية أشكر الأخوة القائمين بهذا البرنامج المتميز الذي هو برنامج 7 في 1 على قناة الساحل، كما أشكر الفنانة المتألقة عليا متأمر تشيت على الكلمة التي تقدمت بها، وخاصة ما يخص الوحدة الوطنية. لا شك بأن الوحدة الوطنية التي تتحدث عنها نعم سامحني نبدأ بما أن الوقت قصير. أولا استفتح بنص مديحي على النبي صلى الله عليه وسلم، النص تحت عنوان قداسة النبوة. تحت عنوان قداسة النبوة أقول فيه: أرجو القداسة والإنجيل يمنعني في بيت شاعرة بالحسن تغريني. أرجو القداسة والإنجيل يمنعني في بيت شاعرة بالحسن تغريني. صدى من الغيب والتبجيل يسمعني صوت النبي مع الصديق فرداني وتر أنا وكما الأشعار حاشدة صمتي جناية عربيد وخواني. إني نظرت بما في بطن جواني للمصطفى ابن عبد الله من آني. نار التبلج لا تخبو بأوردتي حتى تنمق بالإبريز عيناني. إن النبي إذا قيلت شمائله يغدو الوجود سنا للإنس والجاني. محمد أول الوجدان آخره ركن الجلالة رمز الفخر والشاني. إني سأنسج من مدح النبي فمن ينمق الشعر من إبليس يرعاني. يا ربة الدار لا تشقي من الكمد صلي لأحمد عبد الله رحماني. قولي ولو مرة هل أنت مؤمنة بالرسل والكتب والميزان ذي الشاني. إن الجمال جمال لابن آمنة محمد حجة الله في الآن. النص تحت عنوان شنقيط في زي العيد، هو طبعا نص ثاني أقول فيه: تبلج الصبح من شنقيط للجلل وأصبح الليل في ويل بلا أمل. تبلج الصبح من شنقيط للجلل وأصبح الليل في ويل بلا أمل. مصفد قيد أغلال وفي زبري يساق للعسر والنيران والعذل. يحفه الشوك والألغام في الحفر. يا بنت سلمان بالبيداء فالتقفي حتى أخفف من شجوي على حجلي. رموه بالجمر والأقفال والحجر ذكوه من بعد ما أسموه بالدجل. هجرت بيت الضنا والحيف والبطري علي أخبر عن شنقيط بالغزل. هي العروبة والإسلام سيدها هي القصيدة والعصماء بالمثل. أيا سمية والحسناء يا نظري ويا عنيزة بالبيداء فالطللي. قفي أحدق في عينيك ثانية حتى أجفف أذوابي من البلل. حتى أخلد في الستين موعدك ويطلع البدر من فوديك للأمل. وإن رمى الليل أغلالا تصفدك قولي أحررك بالسيف والحيل. أما نصرت بالبيداء سيدنا محمدا بن عبد الله بالعمل. إني ولدت بوادان التي حضنت بيت القريض وتمر النخل كالجمل. احدودب الحبر من رسمي لوجنتها وفند الطرس أن الرسم كالقبل. كفى سمية أن تمشي على خجلي لتوقع الماء في الهيام والجدل. والسلام عليكم ورحمة الله. لولا قصر الوقت اللي عشت معكم ديوانا تاما، ولكن قصر الوقت اللي نسانه شكرا. طبعا بطبيعة الحال الفنان القدرة عليا هي التسجيل والعلامة اللي يستحق، وكذلك ما نضيف الثاني موهون لا هي العلامة الأخرى اللي يسجلها مخرج هذه الحلقة محمد الأمين تاج الدين. بالمناسبة محمد الأمين تاج الدين ما كان معنا في الحلقتين الماضية، ومبارك له على زواجه وكذلك بالرفاه والبنين. ذاك هو بما كان معنا في الحلقات. غير ما زال شيء. رأي جل الحلقة. ولا بد من يعطينا إحنا والجمهور بونشي حالة. الحلقة لك هو والصحة. إيه ولاك راوي لازم. ذاك راوي لازم. لا ما عندنا بعد يمشي هنا بار اس ام اس فيسبوك واتساب عاد كل شيء يقدر مشان ضرك لا ينعى طول سيدي محمد والعمر لا يتفضل. محمد هو أكبر المواهب اللي في هذا الشارع معنا. الله يحفظك. محمد موهبته في التعليق ولا هي سمعنا موهبته، وإن شاء الله نكسر الدنيا ويجبر نتيجة كبيرة إن شاء الله تعالى. شكرا للزميل الأخضر بريش. سيدتي لسادتي أينما كنتم طابت وغاتكم مازال كل الناس الكل. اليوم نلعب مباراة كلاسيكو الريال والبارسا، مباراة كبيرة
راح نبدا بالتشكيله الملكيه في الحراسه نفاز، على اليمين كرفخال، اليسار مارشيلو، محور الدفاع راموس الكابيتالو ورافائيل فران، وسط الميدان توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش، ثلاثي خط النار فينيسيوس جونيور وغارد بيل والرهيب كريم بنزيما. في التشكيله الكاتالونيه في الحراسه تيرشتيغر، على اليمين سيميدو، على اليسار جوردي البا، محور الدفاع لبيكي ولونغلي، وسط الميدان لارتور وارتور فيدال وسوجو بوسكيت، ثلاثي خط النار الارجنتيني حبيب الملايين ليو ميسي والرهيب سواريز وكوتينيو. راح تبدا الصافره وتمشي كره ليو حبيب الملايين اتسواي. شنو هذا؟ ايش هو هذا يا ميسي حبيب الملايين؟ ضيع كره سهله والكره للحارس، يمشي مارتشيلو يصوب جول. اوه شنو هذا؟ الريال 1-0 للريال، يتقدم بها مارتشيلو البرازيلي السيلساو، لم يضيع كورته. تعال تعال على جاي داخل الريال. حق هذا يخلق ايجاليزما. ايوه شنو معنا؟ طبعا الفنان عليا سجل اللقاء هو وسابقه طبعا الشاعر. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. بارك الله ان نعيطوا لموهبه اخر في الرب، عندنا مواهب متعدده، وبارك الله ان نعيطوا مختار ماخو، عنده موهبه في الرب، اصر المشارك معنا في الحلقه ولين صنتوا لموهبته، وعود ايضا فنان كبير عليا تضع العلامه التي يستحقها. اختار. ياه ماخو بويز اكي اي تروزي، دنيا اختبار وكنا ماشي فيه، وكنا اللي يتعذبني ما ينجح فيه. دخلك راهو مات راهو خال الاختبار، ما قصرك حياة الدنيا دق فيها مبار، عرف عنك لي تموت شسواش عندك من المال، زمان وراك يفوت ولي تعود شد اخبار، ندعو لك يا اخوت بالرحمة والغفران، تدخل بيوت من بيوت الرحمن، الدنيا ما تطول ما تطول ما تطول، كنا وقت جاي يسوى من يتحول، حضر وهاي اوليه تسول، ينفعك عملك ولو شي وخر، تعبد الهك ولو حد وخر، ما تنفعك المال ما تنفعك الشيعة، خويا اطرح البال هذا ما تجيل خلعة، هذا هو الحال موت ماشى من دور رجعة، مات من الناس رحم عليه، وبكي على راسك سابك تمشي تبكي عليه. انهار علي ونهار عليك، على حد الدنيا قدرك ويجيك، كامس راه وتخطى والصبح اللي يجيك، نطلب عن مولاني يجيني ويديك. انهار علي ونهار عليك، على حد الدنيا قدرك ويجيك، مسرع وتخطى والصبح اللي يجيك، نطلب عن مولاني يجيني ويجيك، نطلب عن مولاني يجيني ويجيك. غلا في راسك راح يتوكى على مولانا، غلا في راسك وتوكى على مولانا، يا خويا عساك من تعصي مولانا، من تعصي مولانا مولانا، البطش والقليعة هذا هو حالنا، الناس ينعن الساعة نتائج أعمالنا، كلكم عدل واجبو كامل اللي يبان، اجبر لحقو يسوى أيا كان، الدنيا اختبار وكنا ماشي فيه، وكنا اللي يتعذبني ما ينجح فيه، كنا اللي يتعذبني ما ينجح فيه. انهار علي ونهار عليك، على حد الدنيا قدرك ويجيك، كامس راه وتخطى والصبح اللي يجيك، نطلب عن مولاني يجيني ويجيك. انهار علي ونهار عليك، على حد الدنيا قدرك ويجيك، كامس راه وتخطى والصبح اللي يجيك، نطلب عن مولاني يجيني ويجيك. يوبن ارت امبروف برودكشن، يوبن ارت امبروف برودكشن، يوبن ارت امبروف برودكشن، يوبن ارت امبروف برودكشن. هذا تضحك. طبعاً الفنان عليا تقيم طبعاً كلمات جيدة، ولكن أداء الأخير والحكم. ذلك معنا موهبة آخر وهو موهوب في الإنشاد، وهو معاذ الشيخ. معاذ يتفضل. معاذ تفضل.
شكرا محمد الحافظ. الموضوع صافي شوي نشيد مدرسة طيبة. كلمات الأستاذ زين عبد الإبراهيم ملقب عبيدة صفقون. تحية للأستاذ. والعلم أسمى مقام مروم فشمر لتحصيل كل العلوم. هو العلم أسمى مقام مروم فشمر لتحصيل كل العلوم. تعلم بطيبات علم السطور وعلم السلوك يزيل الهموم وعلم السلوك يزيل الهموم. وهذه العلوم سحاب هتوم تسر بها النفس فور القدوم. وهذه العلوم سحاب هتوم تسر بها النفس فور القدوم. تلاميذة قد أرادوا العلا أرادوا الشموخ أرادوا النجوم أرادوا الشموخ أرادوا النجوم. فدمت لهم طيبة العلم في مقام رفيع وعز يدوم. مقام رفيع وعز يدوم. طبعا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك. برك لا هي العيطول موهبة آخر وهو موهوب في التعليق أيضا التعليق الرياضي. إن قالوا علي محمد ذنوة تحدث لي بأنه مشهور في مقاطعة عرفات وإن قالوا فهد عرفات أيضا. لاهي نعيطول وهو مقلد المعلقين ولاهي يقلد مجموعة من المعلقين على طريقته. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي نساتي سادتي مشاهدينا متابعي قناة الساحل في كل مكان، نحن هنا في برنامج 7 في 1 برنامج للمواهب. أشكر الحسن حسين على الرسم الجميل هنا في هذه القناة بالذات. نعم سأعلق على أهداف منتخب الوطني المرابطون. نعم هذا والسلام بلع الكرة. لا 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 يشعل النار في ملعب شيخ الدوار. يعطيكم فهد العتيقي. نعم كرة هذه لمسة فهد يعطيكم فهد عملية المرور. نعم كرة نعم لمسة المرور نعم كرة يا دم ابو يا الهي. روعة 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 منتخب روعة ورايد روعة ادم روعة يا الله. يعطيكم رايد فيه رعب خيف لمسات في خط الوسط ترجع كرة ادم ابا يلعب كرة مع خالد بسام مال بسام وين وين اللاعب ادم ابا يوزع جول. شو هذا منتخبنا الوطني في النهائيات الكان الكان يناديكم وشد على يديكم يا اراضي من يشاعر موريتانيا. الكرة تعود في خط الوسط ترجع جول 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 جول. أنا يوم منتخب أتحدث عن أبناء المراويطون عن مولاي أحمد خسام مولاي أحمد خالد بسام عن باقي أبو بكر سالم عن أدم أبا عن نجوم لأبناء أبناء المنتخب. أيوة محمد الحق الله يحفظك. برك بين هو معي وفي رسمته
هو طبعا هو رقم 6 لكن نعيطوا للمتسابق رقم 7 هو طفل حسان عنده مهمة في الرب وهو رقم 7. طفل حسان لا هي يتفضل ولا هي طبعا الموسيقى تنقدر كتب Adnan on the mix. Écoute, écoute mon ami, écoutez-moi mon ami, il faut y vivre la vie. Écoute, écoute mon ami, écoutez-moi mon ami, il faut y vivre la vie. L'idée m'a fait un stahil, كله بفضل القادر. No sit down, you go go. You dream, no no. Il faut y vivre la vie. Écoute, écoute mon ami. Écoute moi mon ami. Il faut y vivre la vie. Écoute, écoute mon ami. Écoute moi mon ami. Il faut y vivre la vie. Le cadeau et le média la nusbar. Noir le kadamat ou le kadar. شوي يحصل برودك فيك أفصل لا يفوت الوقت وانت عاطل عيش حياتك لفضل رقم 7 بلي رقم 6 المرابط وراه نتاع مع راس ما يعدلهم محمد لامين طبعا هو رقم 7 ينقال له طفل حسان وين مع المرابط مع يوفا
الفنانة عليا شنو تقييمكم للمواهب اللي فاتوا خاضوا حالا؟ وهم الجمهور سوني عنشي هون عند يعني قال لي كلم ما هو معلوم بمباري باسي هذا الجماهير هون قالوا لي طلبوا مني هذا كلم ما هو معلوم شو سيني نقول وين شور من الأشوار مثلا ما هي جديدة غير بعد ما هي مولي درس حتى وبمباري باسي الصقع معهم قوموا قد قديمة بمباري باسي مالي مسجلتها في مقنتها في سيدي باريس سيدي باريس والله سيدي باريس مقنية في بمباري باسي انت يعني كلهم بعد ندور ان شاء الله ونخاضروا اللي سابق ما سابقتوا في الحلقه ان شاء الله. شنو تقييمك للمواهب اللي فاتوا وخاضوا بصفه عامه بشكل عام؟ ما شاء الله عليهم لباس بهم مواهب زينه قرا لا يخصهم مازالوا يخصهم تكوين ويخصهم التركز والدعم بين سير الدعم قاع لابد منه في كل شيء سوى شنو وانا بعد ما هي قايلتها هكذا مستعده ندعمهم ماديا وندعمهم معنويا وندعمهم بالعاد يبقوا يشتغلوا معايا مستعده لكم ويا الله يجبروا مده تدعمهم بهذا الجيل الجديد اللي مثلا هو جيال نحن المفتخرين به ونختاروا ذاك كامل نختاروا موريتاني تعود موريتاني في الانواع كامله موريتاني حديثه وموريتاني تقليديه وموريتاني احنا تبارك الله بلاد المليونين شعر يقين نبقوا شبابنا هذو اللي ذولي رابر وهذو المعلقين وهذو الشعراء نختيرهم ولا ينموا من جديد ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم ما شاء الله تستحق الدعم حسين وفويت والله مزيد شوي وفويت إذا لاهين شوفوا رسمة الحسين اللي عدى الارك حالا بشكل مباشر ونعود ونحكم عليها تفضل ما كنا أبو فويت تسكيب عليه الحسين هذا شخصية عامة شخصية معروفة تفضل خليك مكانك تكلم معه قبل المايك خليك مكانك هي شخصية معروفة والله إن شاء الله جمهور داري عرفة طبعا داري عرفة وذي من يسوي الجمهور أولا صح الممثلة عمر في مسلسل وعطا في وعطا شيف نجي عنه عمر في أحدى الحلقات حلقة المطعم هذا قريب هذه رسم عدل حالة بشكل مباشر يا سبحان الله وجيز يا سبحان الله مزين هاي رسم هو رقم 6 وعندي صور اللي نقدمه هون وطبعا عنده مجموعة من الصور محمد لمين لا يشوف رسمة اللي معدل الحسين ياك تقيموا تديلوا العلامة اللي يستحق وشوفوا أيضا المشاهدين أنا بعد زيانها عندي قاعدنا نفس عمر يقير شطارت تبارك الله رسمت حق الوقت جميل وعنده صمات جايبهم يتالي طبعا هو جاي برسمه كيف قال لك هذا طبعا مدرب المنتخب الوطني كورنتا مارتينز لا هو جميل طبعا وهذا معروف جدا يعني كاوم الساهر طبعا كاوم الساهر طبعا معروف جدا تصفيقه الفنان العظيم كاظم الساهر انا اعرف كاظم الساهر والله واحد شفنا انت شفت صورته نهار هذا كاظم الساهر طيب وهل؟ اي تعرف الدور تعرفوا اشبشي شنو؟ اشبشي عنه علي فين دارت النقاط اللي عندي جميل جدا ما شاء الله أرجين هاي طبعا هي الفنانة ولية الحمد لله جيتي ما طاح لها بلي عقبة على فكرة هو اللي راسم صورة المرابط أيضا اللي طرحنا في بداية الحلقة هو اللي راسمها الحسين شكرا جزيلا لك
طبعا ضرك حالا الله نبداو بنتائج المتسابقين اللي معانا. غير سابقهم شوي عليا قلت لك كيف سمعهم شيء اللي سوينا ضرك حالا. انتم كلم كلم تراود الجبال والشم من ذهب عن نفسي عن نفسي فأرى أيما 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 شممي كونك حسك ما كيف حس علي يامس قبل اليوم هذا لا يكثر في الحس كلم كلم ما وما علوم 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 كلم كلم ما وما علوم. جميل جدا تحية طيب. بمباري باسي خلوه من شوي طبعاً الأحياء التراث يغنات باريس قابلكم ولا أنا اللي ما قد يا اللي ما قد نستر عنك عيوبي إلا تقبضني أي بذنوب حد ولا تقبضني بذنوبي يا بمبارة يا بي يا ياسي يا لولا إلا ليلة يا بمبارة يا بي يا ياسي اللي نشين ويا أسي جيت مع ميتها يا لولا إلا ليلة يا ذيك اللي سيا يا سلايا نشين واسيع علي وخياتها يا لولا لا اله الا ربط ريا يا سلايا نشين ويا س... مبارك رانك محقق لك طلبك. خلي يقول قاف خلي يقول قاف شي عجزان شوي ها نهار السوقي ايوه قولوا قولوا تو نهار السوقي يا لولا لا ليلى هيا وفي الليل كي يا صيل نشين ويا سي نهار السوقي سوقي لي يا لولا لا 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 يا مقطع خلي يا صلى يا نشين ما سكت ابو ايوا درك درك فما واحد شفتهم يضحكوا واحد ما شفتهم يضحكوا كل ما يضحكوا يتخموا في النتائج ايوا لا نعيط لكم كاملين الشباب اللي شاركوا معنا اي تفضلوا الشباب اللي شاركوا معنا تفضلوا تفضلوا الشباب اللي شاركوا معنا تفضلوا وقفوا هون يوقف بعد بهذا المعلق ما عيدلو تفضلوا كاملين حد كامل ماشي انا اعتبره طاح فوق ايوه تفضلوا كملي شوي لين تفضل حسين وهاي انت دايما ترتب طبعا انتم فيكم اثنين تقدم تقدم حسين حزن لورا شوي تقدم فيكم اثنين كلكم كلهم جبال العلامه الكامله 20 وفيكم واحد شوي ويتعادل معاه شوي ويتعادل معاه وللأمانة في للأمانة كانوا أربعة منكم مميزين جدا وانتم كانوا مميزين كانوا أربعة منكم منافسة قوية كانت تفتقين بين الفنانة علي وكذلك محمد الأمين لا يسمح لنا لا يسمح لنا مختار ماكو مختار ماكو لا يسمح لنا نتمنى لك شرة توفيق غير واصل واصل وقوي من موهبته مختار مختار اسمع اللي يقول لك شوف لا تحتسب نفسك للوقت انك ما نجحت انت حالا بالوقفتك حضورك ومجيك وتقييم تقييمنا لك والحاشد الحاضر من الجمهور والتلفزه اللي تشوفك هذا المشاهدين اللي يشوفوك هذا الحد ذاته نجاح يا غير حاول انت وذا اللي قلت
موجهلكم كاملين. أغنيتك اللي قلت أغنية هادفة تماماً وحقيقية، والقريب أنك في ذي السن وأنت تتكلم عن ذي الشكلية من 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 اللقنة اللي تكلمت عنه، هذا الحد ذاته نجاح. رسالة هادفة. ورسالة هادفة واصلة، يا غير لا واصل، ما زلت إن شاء الله توقف وتعود أنت هو رقم واحد إن شاء الله، حضوركم قاع كامل نجاح. طبعا هذه النصيحة طبعا موجهة لكم كاملين، واحتفظوا جدا بهذه الرسالة تهم بداية المشوار، وهذا البرنامج فقط هي خطوة. وصول النجاح لابد من ياسم الصحاب، وأنتم إن شاء الله ناجحين إن شاء الله في مستقبلكم. ترى ترد مرد هذا. عبد الله مني. عبد الله مالي تسمح لنا. الله يحفظك. لا نفس اللي قايلها لك والقايلها لك أنت. وأنت مميز يا عبد الله. ما شاء الله. وعندك ديوان طبعا. عبد الله عندك ديوان ما شاء الله. الله يحفظك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. لاهن أم اللي سيدي أنا قلت قايم بير العدل. أم اللي سيد محمد لاهي تم واقف بالك، لاهي تم واقف بالك. لاهي تم واقف بالك، ما عرفت قلت لك شيء، لا مزدت ونختارك تمشي لا متأخر شوي. طبعا اللي حصل على أعلى نتيجة الحسن، ما هو اللي حصل عليها به اللي الحسن عدى شيء جيد، غير أم اللي ما حصل على أعلى نتيجة. نتمنى له إن شاء الله التوفيق. توفيق ان شاء الله التوفيق. معاذ هم واحد جبر 20 من 20، ما هو واحد اثنين. انت اكيد اكيد كنت تستحق جبر 20 من 20 خير، انا كواحد منهم. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. واصل وتم اذا لقيت الفنان عليا يلا تتصنتوا له كاملين وتقبلوه بالنسبه لكم رساله خالده بالنسبه لكم ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. احبابي. تعرف وش ماشي شنو؟ لأنهم كاملين مبسوطين ماشيين يضحكوا زي ما هو فاقعهم. نعم. يعرفوا فعلا على أن هذه هي بداية النجاح. هذه هي بداية النجاح. أولا قالوا المخطاة. معاذ. معاذ عنده قاع رواية ثانية ما عندهم الإنشاد. الإنشاد إحنا الموريتاني نخلاه منه ما هو. ما هو عندنا. يا قاري الله يكثر في الإنشاد المدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. إياك تود عنده ميزة ما عند الناس الأخرى. السلام. تواطن. الله يحفظك تواطن. طبعا انتم الاثنين واحد منكم طلع ايكم ها واحد منكم اجبار 20 من 20 تظهر لك على انهم ايهم طالع ها وواحد منهم اجبار 20 من 20 يقارب ملي لو خرج اجبار 20 من 20 ما عدنا قلت لي اسمح لنا الله يحفظك ان شاء الله طبعا طبعا فهد عرفات نتمنى له ان شاء الله التوفيق وكان اداؤه جيد جدا وحمارك ايضا معلق كان جيد تحيه طيبه له اذا مشاهدينا الكرام الشباب الاثنين هما اللي طلعوا وهو الطفل حسان وكذلك السيدي محمد الطفل حسان عنده موهبه في الراب والسيدي محمد عنده موهبه في التعليق محمد تبكي طبعا السيدي محمد وطفل حسان موجودين حالا في ذي اللحظة على صفحة الفيسبوك فهم صورتين موجودين حالا على الصفحة هذه الدقيقة ادخل صفحة الفيسبوك هو العنوان ظاهر قدامك الموهبة المفضل بالنسبة لك اضغط فقط على صورته مجرد تضغط على صورته لا هي تعتبر انك صوت له لا يطلع لك ايضا فيسبوك على انك صوت له وبالتالي التصويت بسيط اضغط على صورة الموهبة المفضل بالنسبة لك ادخل على هذا الرابط ظاهرك على الشاشة وصوت وقفوا طول تحية صف كل حيوم طبعا انتم مالا لا تقول شيء طيب اذا مشاهدينا الكرام ذلك ما زال لنا الكلمه الاخيره لفنانتنا الكبيره عليا نتاع مرتشيد سابق تختم عليا كلمه اخيره جمله فقط مبارك للشباب اللي ما طلعوا معنا على على, على المنصه ولا 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 نالوا اليوم مرادهم في التصويت وفي هذا اللي التقييم اللي قيمناهم به ومبارك على ولدي وقاع انت تتكلم قال مبارك على ولدي سيدي محمد مبارك على الاخ الاخر على الطفل حسان على نجاحهم والتوفيق ان شاء الله غير لا واصلوا لا تشكون لا وفعل هذا صح عنكم عندكم مواهب ومرة مع والدته طبعا في الكواليس كنت تصورت معها جميل جدا تحيه طيبه يعني معها ايضا اهله ومعها اخوته واخواته ايضا
تحية طيبة للطفل حسان، كنت مبدع، اجبرت 20 من 20 في ذي الحلقة، وكذلك انت اجبرت 20 من 20 في ذي الحلقة. ورا كبكية لا زي مش صحيح. هذا هذه هي طبعا هي بداية النجاح ان شاء الله، ونتمنى له ان شاء الله التوفيق. اذا لي تفضل تقعد، تفضل تجلس هون لين خليك تتقدم البرنامج وانت هو الضيف يقر اني توفى الحلقة ان شاء الله. على كل حال شكرا جزيلا للفنانة الكبيرة عليا من تعمر تشيت، تحية طيبة لها. طبعا بارك حالا مشاهدينا الكرام، حد كامل يبقى يحضر معنا في البرنامج كيف الجماهير الحاضرة، الحضور مجاني وبدون أي تكاليف، فقط جينا يوم الاثنين السادسة دحميس عند قاعة الديوان أرابيسك بدون أي تكاليف، فقط جينا عند قاعة الديوان أرابيسك وادخل، ما عنا بطاقة ما عنا بأي شيء، لا ادخل وتوفوا قاعد كما الحضور الآن حاضر. والبرنامج كما تعرفوا هو برنامجكم ومن أجلكم فقط، وشكرا جزيلا للمواهب التي حضرت معنا، شكرا للفريق الفني، شكرا جزيلا للجمهور الحاضر ولكم مشاهدينا الكرام. بارك الله نخليكم مع الأغنية الختامية إن شاء الله مع الفنانة الكبيرة عليا من تعمر التشيت، وهي عن الوطن ومن أجل الوطن. سنستمع لهذه الأغنية، وكذلك لا تتفاجأوا إن دخل الشغالي في هذا على هذا المسرح. تفضل.